دلوقتي هنروح مع حضراتكم لمحافظة أسوان، واللي أعلنت مشاركتها بشكل رسمي في مسابقة للفوز بلقب عاصمة السياحة العربية 2024. بكل تأكيد محافظة أسوان بتعتبر من أهم المدن الأثرية والثقافية الفريدة، مش بس في المنطقة العربية لكن في العالم كله، وأعتقد ده بيديها فرصة كبيرة جدا للفوز في هذه المسابقة. بكل تأكيد خلينا نروح نشوف في التقرير اللي جاي إزاي محافظة أسوان استعدت بتجهيز ملف متكامل بمختلف مقومات المحافظة السياحية والأثرية والجمالية للفوز باللقب. محافظة أسوان شاركت في مسابقة عاصمة السياحة العربية 2024، وذلك في ظل تفردها بالتنوع في الحضارات والثقافات التي شهدتها المحافظة عبر العصور. وأعلنت المحافظة عن جاهزيتها في إطار الاستعدادات الجارية لتجهيز ملف متكامل يساهم في تعزيز فرص فوزها بلقب عاصمة السياحة العربية لعام 2024. وتستهدف أسوان من مشاركتها في تلك المسابقة بأن تكون قبلة ومقصدا للسياحة العربية في ظل حالة الاستقرار والأمن والأمان، كما أن هناك خطة طموحة لتطوير آليات العمل في السياحة العلاجية والترفيهية والسفاري والصيد لإقامة مراكز متخصصة في الخدمات السياحية والأنشطة المتنوعة في هذه المجالات بما يتوافق مع تطلعات السائحين. ويشتمل ملف المحافظة على عناصر متميزة وقادرة على إبراز المقومات السياحية والبيئية والتنموية والاستثمارية، مع إظهار المزايا النسبية التي تتمتع بها أسوان لجذب السائح العربي. كما تساهم المحافظة في تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة والمهرجانات السنوية، خاصة سباقات ومهرجانات الفروسية والمرماح والهيجن، وأيضاً الصيد والسفاري ومراقبة الطيور، بالإضافة إلى مهرجان سينما أفلام المرأة والثقافة والفنون الشعبية، فضلاً عن المهرجانات الرياضية والشبابية والبيئية والترفيهية. وتسعى محافظة أسوان في الوقت الحالي لاستكمال خطة الارتقاء بالمسارات والمزارات والمراسي والمعالم السياحية والمحميات الطبيعية بجميع أنحاء المحافظة وتوافقها مع الكود الخاص بحركة سير ذوي الهمم، وهو ما يتواكب أيضاً مع تنفيذ حزمة كبيرة من المشروعات التي تصب في صالح جذب المزيد من السياحة العربية، خاصة في مجال السياحة العلاجية والبيئية.